هذا وعلق دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة على زيارته المرتقبة لمملكة البحرين بأنها الأولى على مستوى رؤساء وزراء جمهورية الهند لمملكة البحرين. وفي تصريح له عبر حسابه الرسمي في تويتر، أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تطلعه إلى لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب تبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب السيد ناريندرا مودي عن ثقته بأن هذه الزيارة سوف يكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات في جميع مجالات التعاون والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين.